فاهم الخطر اللي احنا فيه؟ اسمه ومراد عايزين يلفوا حوالين رقبتك حبل المشنقة، ومخططين لده من زمان، وخطتهم محبوكة عشان خاطري. ركز معايا، اليوم اللي ابوك مات فيه انت فعلا رحت الورد وقلت لها ان انت هتخليها ست اللوكاندا؟ يمين وغلاوة امك عندك، ركز، قلت لها الكلام ده ولا ما قلتوش؟ لما كانت بتضحكني كانت الدنيا كلها بتضحكني. وبحس ان الهوا بيحضني، كنت بشم ريحتها في الممرات والاوض فشر الكلب غل. طيب يا امين معلش، انا دلوقتي محتاج اعرف عشان اقدر اساعدك. الكلام اللي هي قالته عشان توديك بيه في 60 داهية ده، انت قلته ولا ما قلتوش؟ قلت لها، قلت لها اني بحبها، واني مفيش حد هيحبها قدي، واني هجيب لها الدنيا كلها بين ايديها، وهي صدقتني. صدقتني وعرفت اني بحبها وان محدش هيحبها قدي، وارضي عمرها ما كدبت عليا. لا كدبت عليك يا امين، وانت عارف ومتاكد انها كدبت عليك، لان هي واحده فجره وكدابه وخاينه، كانت عايزه تضيعك. مش بس كانت دي مصرة لحد دلوقتي انها تضيعك وتوديك في 60 داهية، عشان كده لازم تساعدني وتساعد نفسك. افتكر كويس، يوم ما ابوك مات انت اللي طلعت له التليو ولا في حد تاني هو اللي وداهوله؟ علي، انت عارف ان وجودك هنا بشكل استثنائي، زي ما انت عارف ان الزيارة اصلا ممنوعة. كفاية كده ارجوك. مظلوم بقى هو المتهم وهو اللي ممنوع عنه الزيارة، والظالم بره حر بيجور على حق الغلبان ده هو وامه؟ ده ما يرضيش ربنا حضرة الصاغ. خلي بالك منهم يا علي، أنا اللي جيت لك وطلبت منك تفتح القضية دي علشان ساعده، مش هسامح نفسي لو حصل له حاجة. أنت غلبان، أمه كمان هتروح فيها. أبوس إيدك عضلة الصاغ، أرجوك وقف جنبي. مش محتاج ترجوني يا علي، ولا محتاج تقول لي كل الكلام ده. أنا شخصياً عايز أساعده، بس أعمل إيه؟ كل الأدلة ضده. كذب وزور، عارف انها كدب وزور. يبقى لازم نثبت يا علي ان هي كدب وزور، لان هو ده القانون. سيبك.